بسم الأب والابن والروح القدس. الإله الواحد أمين. المجد للأب والابن والروح القدس. فحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. النهاردة هنبتدي مرحلة جديدة في حياة الملوك، الإصحاح 17 من سفر ملوك الأول. نذكر أن احنا قلنا يا أحبائي أنه سفر ملوك الأول بينقسم لثلاث أجزاء، هما 22 إصحاح. الـ11 إصحاح الأولانيين بيكلمونا عن ملك سليمان وحياة سليمان. من الـ12 للـ16 انقسم المملكة بين مملكة شمالية 10 أسباط ومملكة جنوبية 2 أو 2.5، وملكين رحبعام ابن سليمان للمملكة الجنوبية اليهودية يهوذا، ويربعام الشرير خد المملكة الشمالية إسرائيل بالعشرة أسباط. ودي مشيت من فساد لفساد من فساد لفساد. 4 إصحاحات صغيرين شفنا فيهم ملوك كتير بيتعاقبوا ويتقاتلوا، بينشروا عبادة الأوثان بشكل مذري جدا ومتعب جدا. خد الـ10 أسباط دول في جو متعب خالص، لغاية لما شفنا يربعام بيفصل المملكة الشمالية عن المملكة الجنوبية تماما، عمل معبدين لعبادة الأوثان، واحد في دان في الشمال وواحد في بيت إيل في الجنوب، غير مرتفعات كثيرة وسراري كثيرة ومذابح كثيرة للأوثان منتشرة على كل جبل وعلى كل مرتفع. بيحاول يفصل إسرائيل عن عبادة الله الحقيقي عشان ما يحنوش لبيت الله وللأعياد على الأقل 3 أعياد في السنة، فوقفل عليهم تماما بأنه فتح معابد الأوثان ليهم عشان يقفل عليهم تماما ما يوصلوش لأورشليم والهيكل الله. آخر ملك في سلسلة ملوك الشمال وشوفناه في الإصحاح اللي فات الإصحاح 16 كان عمري، اسمه عمري. قبل منه كان في واحد اسمه زمري وقتلوا بعض، وعمري زمري ده اللي قعد 7 أيام. وصلنا لعمري اللي ملك بعد منه أخاب الملك. يمكن آخر عبارة قريناها في الإصحاح 16 الإصحاح اللي فات، العبارة اللي بتقول أو الآية 33 اللي بتقول إنه زاد في العمل لإغاظة الرب إله إسرائيل أكتر من جميع ملوك إسرائيل الذين كانوا قبله. يعني إذا كان اللي قبله أشرار فده أشر وأشر منهم، زاد في العمل لإغاظة الرب أكتر من جميع ملوك إسرائيل الذين كانوا قبله. سر شره ما كانش في قوته إطلاقا، ما كانش إنسان قوي لكن كان إنسان شرير. سر قوته كان في ضعفه أمام زوجته إيزابيل الشريرة، فهو كان ملك شرير بطبعه، يميل لعبادة الأوثان بلا شك، ورث هذا من السابقين له ومن عمري أبوه. ونذكر أن عمري قعد مدة طويلة 22 سنة، فلا نتوقع من ابنه اللي يجي بعد منه أن يكون عاش في تربية صالحة أو تربة صالحة، بالعكس كان أشر منه بكثير جدا رغم ضعف شخصيته اللي سلمها لقيادة إيزابيل زوجته الشريرة. إيزابيل كانت شابة جميلة وابنة ملوك ومن صور عند البحر المتوسط،
عارفين سور وصيدا، منطقة سور وصيدا، ودي كانت منتشر فيها عبادة الأوثان بفظاعة، منطقة سور وصيدا. وعجيب إن إحنا هنشوف النهاردة في الإصحاح بتاع النهاردة إنه الأرملة اللي عالت إلي هي من صرفة صيدا، بلد صغيرة جنب صيدا اسمها صرفة، وصرفة معنى اسمها زي ما هنيجي ونقول البوتقة، بوتقة مشتعلة للتنقية، بوتقة. فمن العجيب أنه إيزابيل تخرج من هذه المنطقة الشريرة جدا، وربنا يهيئ أرملة قلبها نظيف ونقي، هي اللي تنقذ شعب الله بإعالة إيليا. فهذه الملكة الشريرة كانت بقول شابة جميلة خرجت من هذه المنطقة اللي كانت هي صحيح بتعبد أوثان، المنطقة يعني بتعبد أوثان، منطقة سور وصيدا، لكن كانوا شاطرين جدا في التجارة، وكانوا شاطرين جدا في فنون البحر، في الصيد والتجارة. فكانت المراكب اللي بتحمل اسم سور وصيدا بتصل لجنوب انجلترا، العالم المعروف في ذلك الوقت، ولحد اسبانيا طول البحر المتوسط. فكنا بنظن ان هذه الملكة ممكن ان هي تنعش الاقتصاد وتهيئ يعني تنفع البلد، تنفع بلدها. لما اقترنت بأخاب كان متوقع ان هي تكون انسانة مصلحة يعني، لكن فيما يبدو انه هي واخدة وصية اتحقنت بحقنة شر من كهنة البعل اللي كانوا موجودين في سور وصيدا، كهنة الأوثان. فكانت واخدة وصية ان هي تحارب عبادة الله الحي، وتقتل كهنة الله، وتنشر عبادة الأوثان في كل مكان. كانت شريرة جدا، كانت خبيثة جدا، كانت ماكرة جدا، كانت دموية جدا، كانت متعطشة للدماء. طبعا ده نتاج التربية، لأنها تربت في هذا الجو في هذه المعابد اللي كانت بتذبح للأوثان، وكانت ساعات تقدم يعني ذبائح بشرية. بنت مذبحين كانوا مشهورين جدا في زمانها بجوار يزرعيل، مقر الملك ملك أخاب كان عامل القصر بتاعه في منطقة اسمها يزرعيل، عملت معبد في هذا المكان اسمه معبد عشتاروت، مشهور قوي عشتاروت، الاسم ده مشهور. غير المعبد أو المذبح اللي موجود في السامرة باسم البعل، يبقى عندنا عبادة عشتاروت وعبادة البعل من أسوأ ما يكون. كانت بتعول في معبد عشتاروت ده، كانت بتعول من مالها الخاص 450 كاهن من كهنة عشتاروت، في الوقت اللي كانت بتقتل فيه كل كهنة الله الحي، كانت بتطارده، كانوا بيختبئوا منها في شقوق الأرض. وتجد أنه السلطة زائد اضمحلال الأخلاق، ما فيش أخلاق، زائد شر عبادة الأوثان، كانت تركيبة عجيبة جدا بتقف قبال عبادة الله الحي. فكانت نار الاضطهاد بتشتعل في المنطقة كلها ضد كهنة عبادة الله القدوس الحي. جت على مدارس الأنبياء وعلى الكهنة وعلى أولاد الله طرد وقتل وتشريد، وحاجة صعبة جدا جدا. لكن يقول لنا الكتاب المقدس أنه كانت توجد 7000 ركبة لم تنحني لبعل، كانت مختبئة. وهيظهر شخصية جميلة اسمه الرجل عبودية، عبودية الصالح، إنسان صالح جدا، كان إنسان غني، وكان بيعول هؤلاء الكهنة المختبئين
7000 ركبة لم تنحني لبعل، وعبر عنها بكده بالرقم ده، لكن ممكن يكون الرقم أكتر من كده. وللأسف كان بيجد صعوبة أنه يجد مكان لإعالة هذه النفوس الشاهدة لله الحي. نوصل بقى لإيه؟ للإصحاح 17. يريد يكون معنا كتب مقدسة ونقرأ مع بعض. احنا في بداية إصحاح جديد لم نسمع من قبل عن إيليا، لكن الإصحاح الجديد بيفتتح بحرف واو، وقال إيليا. وقال إيليا يعني it doesn't make sense. كنا نتوقع أنه يتكلم عن إيليا ويحكي لنا عنه شوية في طفولته، في شبابه، في نشأته، زي كل الملوك أو زي كل الأنبياء أو زي كل رجال الله اللي الكتاب المقدس عودنا أنه يتكلم عنه. لكن هذا الإصحاح بيبتدي بهذه العبارة، وكأن حرف الواو ده بيرد على أو بيعطف معطوف على ما قبله. قصة الفساد اللي احنا شفناها في الإصحاح 16، القتل والتشريد والذبح وعبادة الأوثان وانتشار الفساد والملوك المتعاقبة، في وسط الهيصة دي يقول وإيليا، قال إيليا، قال إيليا التشبي من مستوطني جلعاد لأخاب. واقف قدام أخاب مرة واحدة كده، الصورة قاتمة جدا في الإصحاح اللي فات، الإصحاح 16، مظلمة متعبة يعني محزنة، تحزن النفس الأمينة لله الحي. علشان كده الإصحاح 17 ابتدى بهذا النور، وكأنه عايز يقول لنا قدام الظلمة دي كان في نور، قدام الظلمة دي كان في كلمة الحق بتجرى باستقامة. في وسط الفساد والكلمة الله التي صارت عزيزة في ذلك الزمن، يظهر لنا شبيه أو اللي هيجي على شبهه فيما بعد يوحنا المعمدان، صوت صارخ في البرية. ومعروف أنه يوحنا المعمدان أتى بروح وقوة إيليا، فالصورتين متشابهتين لحد ما أو لحد كبير. قال إلي التشبي، بلد اسمها تشب، من مستوطني جلعاد لأخاب. جلعاد دي منطقة شرق شمال نهر الأردن. احنا عارفين أنه في الشرق ناحية الشرق كان في سبط ونص، نذكر هذا، اختاروا أنهم ما يعبروش وسكنوا هناك، هم المنطقة دي منطقة جلعاد. حي هو الرب إلى إسرائيل الذي وقفت أمامه أنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي. إيه القوة دي؟ إيه القوة دي؟ حي هو الرب إلى إسرائيل الذي وقفت أمامه. ومن هنا أحبائي نقدر نقول أنه في نقطة واثنين وثلاثة يمكن يبينوا سر قوة هذا الرجل، أنه واثق أن الله حي، دي نمرة واحد. نمرة اثنين أنه يقف أمامه، يعرف كيف يقف أمام الله. نمرة ثلاثة أنه في قوته بيذكر عقاب الله في سفر التثنية لكل من لا يتبع الله الحي ويتبع الآلهة الغريبة، فيقول له كده لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي. لا يكون مطر ولا طل، ده عقاب عجيب جدا ما سمعناش عنه قبل كده. سمعنا بالطوفان اللي يغرق يموت، سمعنا بالنار اللي بتنزل في سدوم وعمورة تحرق، سمعنا بالسيف اللي بيحصد والسبي اللي بياخد،
لكن جفاف وجوع ومطر ما ينزلش وطل ما ينزلش بكلمة الله دي ما سمعناش قبل كده. لكن إيليا كان متمرس في قراءة الكتب المقدسة أحبائي، والآية دي أو هذا الكلام اللي بيقوله أو هذه القوة اللي واقف بيها قدام أخاب واخدها ومدها من سفر التثنية الإصحاح الحداشر. سفر التثنية الإصحاح الحداشر بيقول إن ابتعدوا عن الله وعبدوا آلهة أخرى، إذا بعدوا عن ربنا وعبدوا آلهة غريبة يشتعل غضب الرب عليهم، ويقول كده وأغلق السماء عنهم فلا تعود تعطي مطر. يبقى العقاب ده من فم الله موجود في سفر التثنية. وإيليا لو ناخد بالنا ما خدش وصية من الله قال له روح قول للأخاب كذا، لكن هو يعلم أن إلهه حي ويعلم بوقوفه أمام الله، لأنه متمرس على الوقوف أمام الله يعرف أن الله يسمع له. فربنا فوضه أنه يقف قدام أخاب ليحمل رسالة، لكن ربنا اداله حرية أنه يختار العقاب. فبسرعة إيليا فر الكتاب المقدس في ذهنه، أو لعله كان سهران بالليل بيقرأ في الكتاب المقدس وبيقول لربنا ارشدني أعمل إيه مع الرجل أخاب اللي أنا هقف قدامه الصبح. فوقعت عينه على هذه الآية فقال له كده لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين، طب حدد المدة، قال أنا اللي ماسك الزمام إلا عند قولي. لأن أبناء الله لهم سلطان، سلطان أولاد الله، ما تقولونه على الأرض يكون محلولا في السماء وما تربطونه، يعني الآية اللي احنا عارفينها، ما تحلونه على الأرض يكون محلول في السماء وما تربطونه على الأرض يكون مربوط في السماء، عند قولي منتهى القوة. إلهه حي، يعني تملي بترن في ودني كلمة أبونا بشوي كامل لما كان يحكي لنا عن إن مسيحنا دايناميك، إلهنا إله دايناميك مش استاتيك. آلهة الأمم كلهم استاتيك قاعدين في مكانهم، لكن إلهنا إله حي قدوس لا يموت. والعجيب جدا يا أحبائي إنه شيء بالشيء يذكر، يعني لو أسأل واحد أسأله كده يقول له إيه أكبر معجزة في المسيحية، يقول المسيح قام من الأموات، وهذا حق. لكن هل تعجب إنه معجزة المسيحية الحقيقية إن المسيح مات مش قام؟ لأن كون إن المسيح يقوم ده شيء مش غريب، المسيح يقوم ده طبيعي لأنه هو القيامة والحق والحياة، هو مصدر الحياة. فالمعجزة مش في القيامة، المعجزة إنه قدر يموت، إنه اجتاز الموت، هي دي المعجزة الحقيقية. فإلهنا طبيعته أنه حي، وإحنا بنقول قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت. فإلهي مختبر هذا، وإن كان شايف إنه أبناء الله مضطهدين من أجل عبادتهم لله وبيقتلوا وبيموتوا، لكن إلههم حي ويعرف أن يقف أمامه. الذي أقف أنا أمامه، إمتى بتقول كده؟ بتقول وأنا واقف قدام أخاب أنا واقف أمام الله الحي، ما بيخافش، قوي جدا إلا عند قولي. أنت بتكلم ملك شرير جدا ويملك قوة ويملك سلطة ويملك شر، ومراته أخبث ما يكون، يعني منقع الشر، وهتقول انت بعد كده انه قتل انبيائك بحد السيف وهدم مذابحك وبقيت وحدي. إيليا هيحس في وقت من الاوقات انه وحده واقف قدام هذه القوة، قوة الله الحي، واخدها من الله الحي. ولنا ان نعرف يا احبائي، ودي واضحة خالص في رجال الله القديسين، انهم ما بيخافوش من الانسان لان في قلبهم مخافة الله. الإنسان اللي في قلبه مخافة الله ما يخافش من إنسان، والعكس بالعكس، الإنسان اللي ما بيخافش من ربنا والخطية سهلة عنده يخاف جدا من الإنسان، يخاف من البشر ويخاف من سلطة البشر. لكن الإنسان اللي في قلبه مخافة الله ما يخافش من الناس.
ده إيليا. كان كلام الرب له قائلا: انطلق من هنا واتجه نحو المشرق واختبئ عند نهر كريت الذي هو مقابل الأردن فتشرب من النهر، وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك. فانطلق وعمل حسب كلام الرب وذهب فأقام عند نهر كريت الذي هو مقابل الأردن، وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء، وكان يشرب من النهر. وكان بعد مدة من الزمان أن النهر يبس لأنه لم يكن مطر في الأرض. عجيب جدا الكلام، يعني سريع قوي قوي، يعني دخلت في قصة كده غريبة بعيد عن الإصحاح 16. إصحاح 16 كان قتله وضربه وبتاعه وشره، وملوك عمالة يعني مؤامرات مؤامرة ورا التانية. دخلت في جو تاني خالص، فوجئنا بإنسان واقف اسمه إيليا قدام أخاب، سر قوته عرفناه أو أشارت إليه هذه الكلمات المقدسة في الوحي الإلهي. وبعدين يقول لنا أنه اختار آية في سفر التثنية وأوحت له بالعقاب من فم الله ومن فمه بسلطان من فم الله، أنه عند قولي لا ينزل مطر ولا ينزل طل إلا لما أنا أقول، وتسمع له السماء ربنا محضر له يقول له طيب تعالى روح بقى اختبئ فين؟ جنب نهر كريت. فتحس انه هو والسماء ماشيين مع بعض. إيليا الجبار ده بيحرك السماء وبيحرك خطة الله حسب ما هو يقول. يعني صار في معية الله لدرجة انه ما هو اصل بدايته عجيبة جدا ونهايته عجيبة جدا. ما فيش شخصية في الكتاب المقدس بالعجب ده زيك يا إيليا. فظهر فجأة ونهايته أيضا هتكون فجأة، هتاخد المركبة وتطلع بيه. فيبقى مجهول في بدايته ومجهول في ختام حياته على الأرض. كان كلام الرب له قائلا: انطلق من هنا واتجه نحو المشرق واختبئ عند نهر كريت الذي هو مقابل الأردن. مش غريب أن ربنا يطلب منه أنه يختبئ من وجه الشر، لأن الله له خطة. ده المسيح ذاته له المجد، يعني تبع هذه الخطة في حياته على الأرض، وهرب واختبأ في مصر من أمام فرعون، من أمام هيرودس الملك الشرير. فدي خطة الله الاختباء. في الواقع هو مش اختباء من وجه الله، هو اختباء من وجه الإنسان ليكون ظاهرا أمام الله. أكثر من كده أقدر أقول أحبائنا كانت فترة خلوة، هذه الفترة عاشها أولاد الله كلهم. فنجد أن موسى في أرض مديان قعد 40 سنة ربنا يعده، لكن كان جواه اعتماد على الذات، كان جواه اتكال على ذراع بشر، لم يكن يختبر يد الله وخطط الله. فربنا قال له لا، تعال هنا، تعال أقعد هنا في مديان 40 سنة أعلمك إزاي تختبئ من شر نفسك، وتختبئ من كبرياء ذاتك، وتختبئ من خطط الإنسان إلى يد الله الحي اللي بتنسج لنا خطة بيسلمها لنا شيء في شيء. انطلق من هنا واتجه نحو المشرق واختبئ عند نهر كريت. نهر صغير مش كبير، مش زي نهر الأردن، وهيقعد جنب منه يختبر الكلام اللي قاله، لا فيه لا مطر ولا طل، والنهر عمال يجف شوية بشوية شوية بشوية شوية بشوية. في فترة اختلاء روحي، في فترة اختلاء واختبار ليد الله. وتعوله الغربان فتشرب من النهر، وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك. في انتوا عارفين ان الكتاب المقدس مكتوب، العهد القديم يعني مكتوب بالعبري، فغربان الترجمه بتاعتها بالعبري عربيم تترجم الى غربان. فبعض الناس او الناس اللي
الكريتكس اللي بينظروا للكتاب المقدس بعين النقد، في لاهوت نقدي بينقد الكتاب المقدس، قال لا دي مش غربان، دي عربان، عربيم عربان، عربان عرب يعني، مش غراب يعني، مش الطائر الغراب، لكن العرب كانوا بيعولوا إلي. الكلام ده طبعا مش مظبوط، وكلمة الله صادقة، ده هو غراب اللي كان بيعول إلي، لأنه ما كانش فيه حتة في الأرض ما كانتش ناشفة وفيها مجاعة، والعرب بطبيعتهم يعني اللي عايشين دول كانوا عايشين على الاقتناس وعلى قطع الطريق، يعني مش طبيعتهم انهم يدوا، طبيعتهم انهم يسرقوا ويخطفوا، خصوصا في زمن مجاعة، وقت كان فيه مجاعة يعني we don't expect ان الناس دي تدي، دي تاخد، خصوصا انه المجاعة طالت الكل حتى وصلت لصرفة صيدا، يعني اقصى الغرب، غرب اورشليم وغرب غرب الخريطة بتاعتنا دي كلها بساحل البحر المتوسط، فالمجاعة طالت الكل، فما كانش فيه إنسان بيدي، كان إنسان بياخد ويخطف، بالعكس، فالترجمة صحيحة، يا غراب. وطبيعة الغراب إنه يخطف ما يديش، يعني زي ما كنا بنقول على الإيه؟ على العربان. فربنا له المجد أعال إلي بطائر من طبعه إنه يخطف ما يديش. ده أكتر من كده، ده ما بيديش ولاده، فمعروف أحبائي أن ربنا له المجد لما تكلم عن عطاؤه قال كده الذي يعول صغار الغربان، ربنا بيعول صغار الغربان مش بيعول، لأن الغراب لما البيضة بتفقس بيهجر العش ويسيب الصغار بتوعه، هو خطاف وأناني حتى على أولاده، ففراخ الغربان تتناه فتحة بقها كده على طول، فتقع دودة، تقع حشراية، تقع حاجة، الطيور التانيين يحنوا يدوهم، لكن الأب والأم ما يدلوش. فثار مثل أن الله يعول الصغار أو فراخ الغربان. فالعجيب جدا أن الله يسخر الطبيعة كلها إنها تعول إلي من خلال الغربان الغريبة الطباع التي لا تعول ولادها، هي اللي بتعول إلي في ذلك الوقت العصيب. فانطلق وعمل حسب كلام الرب وذهب فأقام عند نهر كريت الذي مقابل الأردن، وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء، وكان يشرب من النهر. كان بيأكل خبزه يوم بيوم زي المن، ما ربنا كان بيعول شعب بني إسرائيل 40 سنة بالمن، وكان المن بيجي بالنهار يوم بيوم، خبزنا كفافنا. ولو أني ترجمة خبزنا كفافنا أنا بميل أكتر للترجمة القبطية، بيوك انتبه راستي، خبزنا الذي للغد، انتبه راستي بالقبطي بعد اليوم الجديد، يعني بيتكلم عن الخبز السماوي. anyway حياة الكفاف علمتنا ان ربنا بيدينا رزقنا يوم بيوم، يعني الانسان بيتكل على يد الله اللي بتديه يوم بيوم. مرة ربنا يسوع المسيح اتكلم معانا عن مثل راجل اخصبت كورته، تذكروه؟ الانسان اللي اخصبت كورته دول جمع في مخازنه يعني خير وفير جدا، وبعدين قال ايه؟ يعني كلي واشربي يا نفسي لانك اعددت ايه؟ لسنين كتيرة. هذا الانسان يقول عنه ربنا يسوع المسيح له المجد انه انسان غبي، لانه اخذت نفسه في تلك الليلة التي اعددتها لمن تكون. فاللي بيخزن في مخازن يتكل على ذراع البشر أو على ذراعه القوية أو على ما يملك، دي مش طريقة ربنا له المجد.
يعول إلي يوم بيوم، يأتي له بخبز ولحم صباحا وخبز ولحم مساء. مش عارف يعني كان الغربان بتجيب اللحمة منين، كان بيجيب ولا حتى عارف كان بيجيب العيش منين، لكن غريبة قوي إنها تقدم له خبز ولحم. يعني حتى كان ربنا له المجد بيهتم بيه وبنوع الأكل نفسه، مش مجرد خبز بس، لكن كان بيشبعه أيضا بلحم. يعني شيء عجيب جدا يد الله لما تدي للإنسان، يعني آسف في التعبير، ممكن يعني أقول بتدلعه كمان، يعني بتهننه وتدلعه، مفيش أكثر من كده يعني. وكان يشرب من النهر، وكان بعد مدة من الزمان أن النهر يبس لأنه لم يكن مطر في الأرض. دي مرحلة في حياة إيليا عند نهر كريت والغربان بتعوله. نشفت المية لأنه قاعد يراقب المية، وكلمة فمه صادقة سمعها ربنا له المجد وينفذها له. لا يكون طل ولا مطر إلا عند كلمتي أنا، أنا اللي هقول. فالمية عمالة تقل 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 لغاية لما النهر نشف. شاف القاع بتاعه ناشف وزلط ناشف، وجيفة السمك عفنت في المكان. ربنا قال له إيه؟ انتقل من هذا المكان. كان له كلام الرب قائلا: قم اذهب إلى صرفة التي لصيدون. وأنا بتكلم قلت كلمة صرفة معناها بوتقة، بوتقة للتنقية يعني. كأن ربنا بيعدي بيه من مصفى لمصفى، عمال ينقله من مكان لمكان. المكان الأولاني كان جنب الملك قدام أخاب، دي مرحلة. نقله دلوقتي لصرفة، نقله لنهر كريت، والمرحلة الثالثة نقله لصرفة صيدا لكي ما تعول أرملة فقيرة غلبانة عابدة للأوثان. أو هكذا نتهيأ أو يتهيأ لينا أحبائي، أنها في هذا الجو لابد أنها كانت تعبد الأوثان، البيئة بتاعتها كده، وعايشة هناك في الوسط ده، أممية ليست من شعب الله، لكنها كانت تقية، وكانت كلمة الله ممكن أن تعمل فيها في قلوب بطبيعتها نقية حساسة. حتى البيئة اللي تتربى فيها وتعيش فيها وتأثر فيها، لكن ما تغلبهاش، ما تغلبهاش. وفي نفوس متحجرة ممكن تكون عايشة في وسط نظيف، وسط حلو، وكلمة الله موجودة في المكان وغنية، لكن يقفل من ربنا ما يقبلش. فدي متناقضات موجودة في الحياة. على كل حال ربنا له المجد بيهيئ لأولاده اللي ينفعهم واللي يصلح ليهم. فأعد هذه المرأة التقية الأرملة الفقيرة اللي ما عندهاش حاجة أبدا لكي ما تعول إيليا في هذه الفترة. من فترة لفترة ربنا بيعد إيليا أيضا، وبيعد قلبه من الداخل، بيهيئ نفسه. ويمكن ده يضاف، احنا قلنا انه سر قوة إيليا ان إلهه حي، يعرف ان إلهه حي. سر قوة إيليا انه يقف امام الله، رجل صلاة يعرف يقف قدام ربنا ويصلي. وقلنا ايضا ان له دراية بالكتاب المقدس، يعني بينهج في كلمة الله نهارا وليلا كالشجر المغروس على مجاري المياه. وعرفنا ده من انه هو عرف من سفر التثنية انه ربنا ممكن يعاقب الشعب بانه يوقف المطر، في سفر التثنية 11 زي ما قرينا. فهو يعرف ان الله حي، يعرف كيف يصلي ويقف امام الله، وله دراية بالكتاب المقدس. أيضا من سر قوة هذا الرجل أن الله أعده في هذه التصفية من مكان لمكان. الترحال ده في إخلاء للذات، إنسان بيمشي تحت قيادة الله، يقول له تعالى من مكان لمكان، يقول حاضر. يعني ربنا اللي بيهيئ الطريق بتاعه، بيدبر الطريق بتاعه،
إنسان زي إبراهيم كده، إبراهيم خليل الله، اترك شعبك وعشيرتك حاضر، روح لأرض لا تعرفها حاضر، انزل هنا ماشي حاضر، وكأن الله يقود يده إلى ما لا يريد ضد إرادته حتى. ده بيوصل لدرجة بيسلم الإرادة بالكامل ليد الله، وهو نفسه ما بيكونش له إرادة، ربنا بيقوده بيقود يده. تعال شوف المقابل، لو في إنسان مش ماشي في قيادة الله، ففي أرمية كان بيوصف حال مؤاب عكس شعب بني إسرائيل. شعب بني إسرائيل اتعود على الترحال قيادة الله، عمود من السحاب والنور كان بيقوده في النهار وفي الليل، البوق يضرب يقول قوم شيل قوم أيها الرب لله تبدأ جميع عداءك، يشيلوا خيمة الاجتماع ويمشي. اختبروا حياة الترحال في خيام 40 سنة، غير الغربة اللي عاشوها في مصر، فصفتهم وعاشوا معتمدين على يد الله التي تقودهم. مؤاب العكس، فيقول لنا كلمة عجيبة قوي، يقول لنا ايه؟ مستريح، شوف الكلمة الجميلة دي، مستريح مؤاب منذ صباه، قاعد في مكانه من هو صغير. شعب مؤاب ده، المؤابيين دول ناس صعبين جدا، أشرار، مؤابيين والمؤابيات دول بتوع الزنا، والفاكرين ايام الراجل بالعام اللي لعن، اللي خاف يلعن شعب بني إسرائيل تسيب عليهم المؤابيات، فدول ناس أشرار بتوع الزنا وقتل وحاجات وحشة. بيقول بقى سر وحشتهم ايه؟ ان هم مش ماشيين في قيادة ربنا. فيقول مستريح مؤاب منذ صباه، مستريح مؤاب منذ صباه، وهو مستقر على دريديه. الدريد هي العكارة، لما يعصروا العنب ويحطوه في فسقية كده في الإزازات بتاعة التخمير، ثم العكارة تنزل في الأرض تحت، تنزل في قاع الإناء ده اللي هو الدردي، دردي العقارة بتاعته. فهو المستقر على درديه، قاعد في مكانه والتصفية بتنزل تحت منه، مش بتنظفه. لم يفرغ من إناء إلى إناء ولم يذهب إلى السبي، لذلك بقى طعمه فيه ورائحته لم تتغير، فضل معفن، أنا آسف التعبير، لكن هو يقصد كده، ريحته عفنت من الكمكمة وقاعد في مكانه. لأن العنب لما بيصفوه يحطوه من إناء لإناء، من أذان لأذان، فالعكارة تنزل تحت، يوم اللي تصفى ينقلوه في إناء تاني، ثم العكارة تنزل يوم يحطوه في إناء تالت، ثم البواقي الشوائب اللي فضل خالص تنزل لتحت، فالأند ريزلت أنه يكون نقي جدا. فأرمية بيقول شعبنا كده، إحنا أولاد الله كده، ربنا بيقود إيدينا وينقلنا من مكان لمكان، اختبارات روحية، ينقلنا من مكان لمكان ومن مكان لمكان. فلما ربنا بينقلنا من مكان لمكان بنتصفى وإرادتنا بتروح. ولاد الله كده، خدام الله كده، ما كانش لهم مستقر. بطرس وبولس وكل ال 12 تلميذ والسبعين رسول شايلين حالهم، حتى ما كانش معاهم مزود للأكل ولا الشرب، ربنا بيقودهم ويعولهم. غراب يأكلوا ماشي، أرملة تأكلوا ماشي، زي ما بترزق وزي ما بتيجي يوم بيوم، من صباح لصباح ليس له مستقر. فده أيضا سبب من أسباب أو سر من أسرار قوة إيليا، سر من أسرار قوة إيليا إن يد الله بتقوده للتنقية من مكان لمكان وتعلمه دروس، وهو شخصية قوية جدا، لكن يلاقي نفسه محتاج للغراب. شخصية قوية جدا، يلاقي نفسه محتاج لأرملة أممية غلبانة فقيرة ما عندهاش غير حفان دي وشوية زيت في الكوس. كان كلام الرب له قائلا قم اذهب إلى صرفة التي لصيدون وأخم هناك، وإذا قد أمرت هناك امرأة أرملة أن تعولك. فقام وذهب إلى صرفة وجاء إلى باب المدينة، وإذا بامرأة أرملة هناك تقش عيدانا، عملت تلم القش،
فناداها وقال عايزه بتلم القش، عايزه تعمل شويه نار تخبز حته فطيره ليها هي وابنها وتموت. فناداها وقال هاتي لي قليل ماء من اناء في اناء فاشرب، عايز شويه ماء يشرب. ولا قليل، هو راجل مكتفي وحساس، عارف الظروف ان يعني احنا الميه الشحيحه قليله، فلاتي لي بق ميه قبل ريقي. وفيما هي ذاهبة لتأتي به ناداها وقال هات لي كسرة خبز في يدك. تشجع وقالت طب ده هاتي لي لقمة عيش معاكي. فقالت حي هو الرب إلهك، إنه ليست عندي كعكة ولكن ملء كف من الدقيق في الكوار وقليل من الزيت في الكوز. حي هو الرب إلهك، ده الست دي فيها سر، هو مش إلهها لأنها عابدة للأوثان، لأنها أممية غريبة عن شعب الله، لكنها سمعت عن عجائب هذا الإله الحي. فاكرين رحاب لما كانت عارفة أن دول لما جم الجواسيس ليها الاثنين، عارفة أن دول اللي إلههم حي، هزم فرعون ودفنوا تحت المية عبر الأردن، آسف عبروا البحر الأحمر وقابلوا شعوب 7 شعوب محدش بيفلت منهم لأن إلههم حي غير آلهتنا الأصنام. فبتقول له حي هو الرب إلهك، أنا عرفتك، ولاد الله ظاهرين لهم سلطان، بينين مشرقين منورين، عرفته. قالت له أكذب عليك، عندي كوار دقيق في حفنة وكوز زيت في مسحة. حتى الترجمة الصحيحة لكلمة قليل من الزيت مسحة من الزيت، لطشة زيت كده، يعني بالفرشة كده أو بظهر المعلقة تقدر تعمل مسحة زيت كده، ملهاش أي عمق، ملهاش أي ثمك، قليل من الزيت. أعملهم عجينة وأخبزهم على شوية العيدان النار اللي أنا بجمعهم وأكلهم أنا وابني ونموت، دي آخرتها يعني. فقالت حي هو ربي لك، أنا وليست عندي كعكة ولكن ملء كف من الدقيق في الكوار وقليل من الزيت في الكورز، هذا قش عودين لآتي وأعمله لي ولابني لنأكله ثم نموت. فقال لها إلي لا تخافي، ادخلي واعملي كقولك، ولكن اعملي لي منها كعكة صغيرة أولا واخرجي بها إلي، ثم اعملي لك ولابنك اخيرا، لانه هكذا قال الرب الى اسرائيل ان كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص الى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الارض. ربنا ماسك الامور في ايديه، وربنا بيقول الي، ربنا امر وقال لا الزيت هيفرغ ولا الدقيق هيخلص لحد لما ينزل المطر ويتملي عندك الخير. هنا يعني الواحد بيقف متعجب من يد الله العجيبة جدا اللي بتعول ولاده فعلا. في قصة أحب أن أنا أذكرها، نخرج برا الموضوع نرتاح يعني شوية نريلاكس شوية، أذكر لكم قصة ذكرها أبونا لوقا سيداروس، أعتقد أنتوا سمعتوها قبل كده، لكن الشيء بالشيء يذكر. كتبها أعتقد في كتاب رائحة المسيح الزكية في حياة أبرار معاصرين، سلسلة كتب هو طلعها عن أبرار معاصرين، وحكى لي القصة دي، أنا سمعتها منه بنفسي يعني فيرست هاند، منه سمعتها منه يعني من بقه. بيقول إن كان في ست غلبانة أرملة أيضا كانت في اسكندرية ساكنة في فوق سطوح في عشة كده فوق سطوح، و كانت يعني عفيفة النفس جدا وكانت قديسة وتقية وعندها ولد صغير في ابتدائي يمكن 7 سنين 8 سنين، طفل صغير، هي أرملة. وكانت لأنها عفيفة النفس كانت بتستعفي أنها تاخد فلوس من أبونا حتى. فبيقول أن أبونا كان بيحن عليها، فبيقول أنه الست دي كان أبونا بياخدها الكنيسة تنظف الكنب ترص الكتب، يعني بيدي لها اكسكيوز إنها تقبل الفلوس يعني.
عشان لما اديها فلوس ما تبقاش بتشحت يعني. يعني إلى هذا الحد كانت فقيرة وغلبانة وعفيفة النفس. في يوم ابنها رجع من المدرسة، طفل صغير رجع من المدرسة، قال أنا جعان، فما عندهاش أكل في البيت، فادت له اللي فاضل معاها نص فرنك قرشين ساغ ولا حاجة، أيام ما كانت شيلن فلوس، قصة قديمة يمكن في الستينات أو في أوائل السبعينات. قالت لابنها خد القرشين دول وطبق مصدي كده صاج مكسر، قال خد انزل من الراجل تحت بتاع الفول، عربية الفول الراجل انا شايفها بينادي، انزل اشتري الفول تحت. الواد خد الفلوس ونزل تحت، خد مغرفة فول ولا مغرفتين فول، بيقول للبياع حط لي زيت عليهم. فالواد قال له ما فيش زيت، ولا جايب لي قرش ساغ ولا نص فرنك وتقول لي زيت، اطلع لامك خد منها الزيت. الواد طلع مكسور الخاطر وقال لهم، وكان بيعيط، وقال لها ما رضاش يحط لي زيت، حط لي زيت من عندك يا ماما. فالست ما عندها زيت، عندها كده ترابيزه مقفله عليها بستاره من القماش، عاملاها كانها دولاب مخزن، يعني عامله تحت الترابيزه المخزن شويه ازايز فاضيه تحط الملح، تحط يعني النمليه بتاعتها، ما ساكنه في عشه. فبترفع الستارة دي بتقول له يا ابني، هو حتى هو الأزايز كان عندها ثلاث أزايز، الثلاث أزايز دول فاضيين كانت بتعبي فيهم زيت، فثلاث أزايز فاضيين ومنظفاهم وكافياهم على بوزهم كده يعني قلباهم على وشهم عشان تصفي لأي مية فيها، فقلباهم على تحت ومقلوبين تحت كده. فبتقول له هو حتى شوف يا ابني، وترفع له ماشي، تقول له هو الأزايز ما فيهاش زيت. بترفع فوجئت بين الأزايز معدولة مش مقلوبة ومليانين زيت التلات أزايز. حسب تعبير أبونا بيقول لي الست تقية جدا، أدركت في الحال أن نعمة الله موجودة في البيت، وأدركت أن دي يد الله اللي ملت الأزايز زيت. فقالت لابنها أنا أسفة حبيبي، معلش يمكن أنا كنتش واخدة بالي، أنا كنت ناسية، وخدت حطت له الزيت. أبونا عارف القصة منين بقى؟ شوف العجيب بقى، الإزازة اللي حطت فيها منها الزيت لابنها خلتها ليها لاستعمالها، وخدت الإزازتين التانيين راحت لابونا لوقا في الكنيسة وقالت له الإزازة دي عشان قنديل ماري جرجس، والإزازة دي عشان قنديل الست العذراء، يعني من يدك أعطيناك. عجيبة جدا، ما خلتش الثلاث إزاز ليها رغم ربنا اللي بعتهم لها، لكن إدت نصيب الرب مش عشور، ادته 200 في ما اعرفش احسبوها بقى تبقى ايه دي، 200% ولا تلت ما اعرفش، نسبه ضخمه جدا. فدي قصه انا سمعتها من ابونا لوقا ومكتوبه ومسجله في الكتب. ايضا سمعت قصه من واحد كان زميلي، كنا بنخدم في مدارس الاحد زمان في سبورتنج، كان اسمه صفا مطر الله يرحمه، قدس روحه، سمعت انه توفى من كام سنه، كان انسان طيب وتقي جدا. صفا ده زي يعني اسم بطرس، صفا بطرس. فترة التجنيد بتاعته كانت حرب الاستنزاف بين 67 و 73، الفترة اللي كان يخش فيها الجيش ما يطلعش دي، وكان مكان التجنيد بتاعه قريب من دير الأنبا أنطونيوس. فبيحكي، حكى لي بنفسه هذه القصة، اختباره الشخصي، بيقول لما كان بيبقى فيه اجازات اقل من 48 ساعة فما بيلحقش يوصل اسكندرية، فكان بيقضي ال 48 ساعة دول في دير أنبا أنطونيوس. فمن تكرار وجوده في الدير رايح جاي رايح جاي كل اجازة لمدة طويلة، الرهبان خدوا عليه وبقى جزء من الدير، يعني اعتبروا راهب منهم يعني صديق ليهم. في فترة ما كانش فيه زوار بسبب الجيش وحالة الحرب، فما كانش فيه رحلات خالص، كان الدير فيه مجموعة قليلة جدا من الرهبان ما يزيدوش عن يعني عدد أصابع اليد الواحدة، 5-6 رهبان بالكتير. كان الربطة بتاعهم راجل طيب جدا، أخو أبونا يوستوس الأنطوني في الرهبانة، هما الاثنين اترهبنوا مع بعض. كان ربطة الدير كان اسمه أبونا بسخرون، أنا فاكر الراجل ده كويس، كان راجل نحيل رفيع كده أجرودي دقنه خفيفة جدا، كان راجل قديس جدا وتقي جدا، كان بيتكلم فرنساوي، كان بيعرف فرنساوي كويس.
فدخل الدير في الأجازة بتاعته، فأبونا بسخرون قابله قال له: أبونا أنا تعبان من المشوار الحر جامد، وجاي ماشي على رجليا ال 12 كيلو من المنطقة بتاعته لحد الدير، جعان وعطشان. قال له: تعالى أكلك أنا. قال له: أنا رايح المطبخ أعمل. قال له: لا لا لا، تعالى تعالى تعالى، لا لا بتاعتي أنا أعمل لك، ما تتعبش يا ابني، أنت شكلك تعبان فعلا. قعدوا كانت القلايات 3 أوض فوق بعض، تحت للضيوف، واللي في الوسط كانوا المحبسة اللي ينام فيها، والأوضة اللي فوق أو العكس مش فاكر كان يربي فيها فراخ. كان الرومان كده عندهم اكتفاء ذاتي، يعني كل واحد يربي فراخ بتاعته، حمام، فراخ، أرانب، يعني يلم البيض من وراهم في دور من ال3 أدوار بتاعت القلاية بتاعته. سابه قاعد تحت وطلع يدعبس يدور على بيضة، يشوف فيه فراخ بيضة ولا لأ، يدور على بيض. بعد يمكن نص ساعة راجل كبير في السن حركته بطيئة جاب الوابور وقعد يعمل في الوابور، يولع في الوابور، وابور الجاز بتاع زمان ده، ويسلك فيه وبتاع، وجايب بيضة، بيضة واحدة. صفا بيحكي لي بيقول لي: كنت في حالة إعياء وغيظ شديد جدا من أبونا، كنت سيبنا نعمل أكل يا أخي في المطبخ، يعني كنت سيبنا نعمل أكل، كان زماني كلت ونمت، لكن اتكسف منه وقعد منتظره، وفي الآخر جايب بيضة، بيضة واحدة. العجيب بقى بعد ما قال البيضة في مسحة زيت، لقى أبونا جايب خبزة وقسمها بينه وبينه، ادى صفى نص وهو مسك نص، وحط الطبق فيه بيضة واحدة مقلية، وبيشاركوا في الأكل كمان. يعني هينوب صفى إيه؟ جزء من البيضة أو نص بيضة. فبيقول: كان جوايا غضب شديد جدا جدا من اللي عمله فيا أبونا، أنا جعان جدا، يعني ما كفنيش 10 بيضات وشاب وفي الجيش وجاي ماشي المشوار ده، بيقول: 10 بيضات ما يكفونيش، وده جايب لي بيضة وبيشاركني فيها. بيقول: ابتديت اكل وانا افكاري كلها شر، وافكاري كلها ضيق وغيظ، وعمال ياكل يسابق ابونا في البيضه. بيقول: ابونا ياكل وانا اكل، وابونا ياكل وانا اكل. بيقول: بعد فتره لقيت نفسي شبعان، وفقت على ان البيضه ما بتخلص، والخبز اللي في ايدي ما بتخلص، لا الخبز اللي في ايدي خلصت، ولا البيضه اللي محطوطه في الطبق قدامنا خلصت. بيقول: يشهد الله يا فلان، بيحكي لي قمت عملت مطني وقعدت ابوس في ايدين ورجلين الراجل، يقول له: سامحني يا ابونا، حللني يا ابونا، انا غلطت. يعني الله الهنا اله حي، الهنا اله حي. فلما نقرا قصه ايليا والست دي، الهنا اله حي فعلا، امس واليوم والى الابد. وبعد هذه الامور مرض ابن المراه صاحبه البيت، واشتد مرضه جدا حتى لم تبقى فيه نسمه. فقالت لي: مالي ولك يا رجل الله؟ هل جئت إلي لتسكير إثمي وإماتة ابني؟ هي الست وثنية. وجود رجل الله في بيتها هذه الفترة أحبائي غيرت قلب هذه الست، وأدركت فعلا أن إله إلي إله حي. فإلي فيما هو يتنقى في يد الله ويتبع يد الله، في فترة بيتلقى فيها عناية الله الحي اللي بينقي قلبه وبيصفيه، خلوة روحية، لأنه دخل على حرب هيقابل أخاب في الإصحاحات الجاية، وهيواجه يعني حاجة صعبة جدا، قوى الشر، هيقف قدام هيرودس زي ما يوحنا المعمدان وقف قدام هيرودس، أخاب أقصد يعني، ويقول له: لا يحل لك، ونفس الروح ونفس القوة. فيما يعد الله لهذه المهمة، ويعد هذه المرأة القديسة أيضا، اللي ربنا يسوع المسيح بفم الطاهر القدوس قال: أرامل الكثيرات كانت توجد في إسرائيل، ولم يرسل الله إليها لواحدة منها، لكن أرسلها لمين؟ لامرأة صرفة صيدا، زي ما اتكلم عن النعمان السورياني، برص كثيرين كانوا موجودين، لكن لم يرسل لإليشع إلا نعمان السورياني. أمثلة قديسة ربنا بيختارها، وكأن الله له شهود في كل مكان، حتى في وسط أرض الأوثان تظهر هذه المرأة الشريرة، آسف، التقية القديسة اللي بتعترف بخطيتها، فبتقول له: أنت جيت لتسكيري بخطيتي،
وكأن موت ابني ده عقاب لي عن شروري القديمة. أنت جيت عشان تموت ابني وتذكرني بخطيتي وبشري. الست فيما إن إيليا بيتنقى، هي أيضا إيه؟ هي أيضا تتنقى. يعني انتهى العجب. ما لي ولك يا رجل الله، هل جئت إلي لتسكير إثمي وإماتة ابني؟ فقال لا، أعطيني ابنك. وأخذه من حضنها وصعد به إلى العلية التي كان مقيما عليها مقيما بها، وأضجعه على سريره وصرخ إلى الرب وقال: أيها الرب إلهي، أيضا إلى الأرملة التي أنا نازل عندها قد أسأت بإماتتك ابنها؟ كده برضو يا رب ده العشم، ولو عشم في الله، بيحب ربنا، مختبر أنه يتكلم وياه، مختبر بلجاجة وبدلة أنه يطلب منه. فتمدد على الولد 3 مرات الأب والابن والروح القدس الثالوث القدوس. لما نعمان السورياني راح لإليشع نزله في نهر الأردن 7 مرات سر المعمودية، وطلع لحمه زي لحم طفل. 3 أيام ده الثالوث القدوس، و3 أيام دول القيامة. ما هو مسيحنا قعد 3 أيام في القبر، فال3 أيام الأب والابن والروح القدس الثالوث القدوس، و3 أيام اللي في القبر لازم ينتهوا بقيامة. عشان كده تمدد على الولد 3 مرات، تمدد على الولد 3 مرات وصرخ إلى الرب وقال: يا إلهي، يا رب إلهي، لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه. نفس الحركة عملها لو تاخدوا بالكم في سفر الأعمال بولس الرسول مع إفتيخوس، تمدد عليه في تطابق، عين قدام عين، مناخير قدام مناخير، بق قدام بق، دراع قدام دراع، رجل قدام رجل. بيعمل ايه هو في كده؟ الطبعة دي قال بيطبع المسيح فينا، بيرسم المسيح فينا، لينا صورة، صورة الله الحي بيطبعه فينا، بيرسم المسيح فينا. وممكن ايضا يكون ده حضن الكنيسة، احتضان الكنيسة، بتحضننا بتضمنا. يقول كده: وقع على عنقه وقبله فرحا، هو قبله فرحا، حضنه الابن الضال ده، رجع كان ميتا فعاش بحضن، بحضن الله الاب. هو ده اللي رجع نفسه فيه. الولد ميت، جاي ميت، لو ما قبلوش بحضن كان رجع للضياع، رجع للموت تاني، ما كانش قام. فبرضه العشم، انا جاي لك يابا وترفضني. عشان كده النهارده ايليا بيقدم هذا المثال الجميل، وبيحضن الميت وبيقول له ترجع نفسك فيك. وده اللي بتعمله الكنيسه معانا في كل توبة، في كل اعتراف، ما بنجدش الرفض لكن بنجد الحضن، حضن الله الآب. فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش. فأخذ إلي الولد ونزل به من العلية إلى البيت ودفعه لأمه وقال إلي: انظري ابنك حي. فقالت المرأة لإلي: هذا الوقت علمت أنك رجل الله وأن كلام الرب من فمك حق. اعترفت، ما أنت عارفة من الأول، لكن ده تأكيد تاني، عرفت وعلنت وبعترف ان انت رجل الله وان الهك حي. خلي بالك لما رجعت نفسه له يقول لك دفعه الى امه، نفس العباره اللي قيلت لما المسيح له المجد اقام ابن ارمله نايين، فاكرين لما قام يقول لك فدفعه الى امه. والبابا شنوده له تعليق لطيف جدا عجبني جدا، قالوا على الايه دي، كانوا بيسألوه على الطوائف، على البروتستانت والطوائف المتعددة اللي بتختطف ولاد الكنيسة القبطية، بيعملوا عملية اختطاف، يغروهم ضد كنيستهم، يملوا دماغهم ضد كنيستهم، وضد الكهنوت وضد الأسرار وضد الشفاعة وضد، وعلشان يعلى لازم يوطي لقدامه زي البولي، عارف البكرة والخطين، عشان واحد يطلع لازم ينزل، واحد ينزل، فعلشان يرفع إيمانه المنحرف في نظر الشبان والبنات اللي بيخطفوهم لكنائسهم، يقوموا يقللوا من شأن كنيستهم، يقلل من شأن الكنيسة القبطية فيترفع هو في يعني. فواحد من رؤساء الكنائس البروتستانتية في مصر، رئيس الطائفة الإنجيلية، كان قاعد مع البابا شنودة،
فبيقول له يا قداسة البابا انت بتزعل ليه لما حد من ولادك بيجي عندنا؟ ما كلنا في حقل واحد، مش احنا برضو بنقول كلمة المسيح واحنا بنكرس بمين؟ مش بنتكلم باسم المسيح برضو؟ قال له طبعا انت بتتكلم باسم المسيح، اه بس خلي بالك ان المسيح له المجد لما اقام، يعني عمل عمل كويس زي ما حضرتك بتعمل عمل كويس، لما اقام ابن ارملة نايين ما خدوش لنفسه، ما خطفوش لنفسه، لكن دفعه الى امه، ام الكنيسة القبطية. لو انت بتقول كلمة ربنا رجع ولادنا لينا، رجعهم لكنيستهم القبطية، حضن امهم. عشان كده لما بنسمع انه واحد يقول لك اعترف بالعذراء، ده اعترف بالافخارستيا، ده زيه زينا، ده كان معاه قربانة النهارده، عشان يضحك عليه. لو انت بتعترف بالافخارستيا طب ارجع لكنيستك الام يا اخي. لو انت بتعترف بالعذراء وبظهور العذراء طب ما تيجي لكنيسه بركتها العذراء، ليه واخد ولادها من حضنها؟ يعني انتوا عارفين انا مش بتكلم في الحاجات دي كتير، لكن الشيء بالشيء يذكر. والبابا شنوده حب ان هو ايه يفكرنا، ربنا ينيح روحه وينيح نفوس عبيده كلهم القديسين اللي خدموه بطهارة وبوعي وبفهم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. طولت عليكم النهاردة شوية بس موضوع جميل. يعني أيوة موضوع جميل، كتر خيرك.